يا تخبر يا محجوب يا اخوي اللزمك السكات قدر ده امرق بدل يشقك بعدين كتر خيرك وبارك الله فيك ما قصرت بعدين كان توفقت قول لنا ان امرق ندي الناس البشاره وكان ما حصل نصيب تراك حاولت مالك يا محجوب في شنو رح يا قصة السخارة دي كثرتنا كثيرة رح كاين نشوف لنا شغل الرقبة مالك في شنو اذكري في شنو انا يا شيخ ماني ماشي لما نعرف محجوب ده مالو جه صاد على الحلة وتلبس زي الحرامي انا ذاتي مو الصدفة جابتني الشارع الوراني ولا كان شفته هذا ما دار هذا تكاوى يكون رفضوا لي طلبوا قول ودي الشوبة شنو وان بقى كمان طلبوا ما جهزوا ليه أمانة ما شفنا فيك يوم يا محجوب
ما رفض. سعادته حيفوت حلة ود الشريف عشان يقضي وقت أكتر وهو في طريقه لياد. طيب يا أخي ما تقول كده من الصباح، وراح نمرق عليه الناس نديهم البشارة. وراح بشارة شنو يا شازري؟ ايش نام حجوب مالك؟ هذول مالك؟ ودي يعقوب، ودي يعقوب يا أخي، ودي يعقوب أرح يا أخي الحاصل يعرفنا ومام مالوم حجوب وشيل عن قفا. انت براك عارفه خبر زي ده؟ كان قد البف الحلة دي وتحكر بيه وسط الناس في السوق. اسكت ساكت الراحة قول اسكت. اهم حاجة مشغلت بالي يس على كل مارك في شنو؟ المشكلة يا شازل يا اخوي، مزعول بالمكانة دي، داير تحضير، داير لجان تستقبل، داير لجان تحشي الجماهير. انا ما اعرف الحكايه دي فاتت من راسي كيف، وانا ماشي ازعلهم عشان يخشونا. لما نوافقوا لي من الفرحه قلت متين اصل الحله غلبني انه وقت فتحتها. سالت روحي ده شنو اللي بيسوي فيه ده حجوب؟ طيب ماله حس ان احنا نجهز ونعمل ليام ممنوع. الناس القروا وفاهمين طشوا برا البلد ولا مشوا على المدينه الصناعيه. كذب الراحه مع حجوب. الناس اللي قاعدين ديل احنا نشوف نفسنا كيف نستفيد منه. أول التبادي الصادق والبشرى. الصادق شوبر؟ هذا صادق بالراحة بس كده وقع علينا. أوقع عليكم يعني يا جماعة؟ زول ده كان الدو كان لعب مان تو مان، يعني فيس تو فيس، يعني باص وخانة، كان غلب. لكن النزوة الدفاعية المطلقة هي اللي غلبته. زول منطقه كويس ولسانه حلو، ممكن يعمل شغل نستفيد منه. انا غايته ما بفهم من كلامه اي حاجة. ده انت، لكن ناس الحلة بيفهموا كلامه وبيسمعوا كلامه. غايته اكتبه نشوف اللي بيحصل شنو. واكتب معاك محمد سعيد الناظر. نسى ما بيرجع. إن شريان القفل بيموت. كم القارة منتظرينه ما بعود. هاي لكن محمد سعيد الناظر ده مهون في عالم تاني. هاي لكن اللي بنعرفه في الدنيا دي ورانا له محمد سعيد ولا نسيت. لكن مين يتلغى خط السكة حديد وهو مغبي؟ أكتبه عليك الله يا شازلي، أنا بضمنه لك، بيركز معانا. طيب واكتب معاك بلود محمود. بلا شايل العطود ده وماشي بيه على وين؟ نازل على البحر تحت ماشي عليه مصطفى قاعد براهو. قلت أمشي على طول نسمعه ونكرمه شوية. ومصطفى ده حارس بابور. منو حارس بابور؟ في وطاطن هذا. انت مالك بالموضوع ده؟ والله انا داخل العتود ده جاي اطبحك انت بدل. انت مالك بالموضوع ده؟ مرق فقر دي خش لا جوا خش كل اكبر عليك. شو كذابة يا نفيسة وسعدية بنت الطيب. الصرفة حقت الصندوق الكبيرة الأولانية شلتيها انت دي وشلتيها لسمعة ابتسام. وكانت ناسيه انا بذكرك عشان ابتسام دي انا اللي ولدتها وما بنسى سمعيتها. وحتى لو كانت صرفتك مفترض تتنازلي منها على السره دي عشان تسوي بها عريس عباس ولدها. والتاني يا نسوان الدايره لها توب تحضر بها عريس عباس. انا ببيع لها بالتقسيط المريح
اخليك من سوق لحد. قلت اشيله اشرب انا، اجيب لك انا الزياده. استاذ موفق وامجد ده ما قاعد يحرس البابور. استاذ امجد جات فرصه بزياده عشان كده قال لي هو يحرس البابور. شوف يا احمد، المدرسه دي ما حتخليها، يعني ما حتخليها. يلا مش حصل الحصص يا استاذ. قال لي هو ترجع شيء. قلت لك امشي الفصل وابوك ده انا حقابله. مدرسه ناقصه. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. أمو قاسم قال لك ادينا. وقاسم السعيد بتاع الدكان. خش شيل الدايراو. كان عندك باقي؟ تعال لي بعدين. الدور ده ما خشة. والدبنو ده ما أزل لحد هسه. والدبنو. فريد ومصطفى للإعلام. الدبنوة هكذا كيف يا أخوي؟ ما في حاجة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا ربي يكون من شنو؟ أنت متأكد إنه الكهرباء ما قاطعة؟ ما هذا النور مولع جوا؟ لا إله إلا الله، وأنا ذاته ما موصل السلك. عليك الله وصله معك. تخيل لي كده معقول؟ صدق الحق. أنا قمنا حصل الظهر وبالمرة نعلن الاجتماع بميكروفون الجامع، ما في وقت نلف على الناس زي كلهم. والله فكرة جميلة، نمشي على الجامع. بل حاجة. بلة سعدية صادق شوبارة فريد. هسه عليك الله، نازل احسن مني في شنو؟ انا محمد يعقوب ده. ودي يعقوب انت كان بامرادك المزعول ده ما يغش الحله. طوال يمرق على جهاد كمان دار تخش لك في لجنه غرده ذاته ما عاجبك. القصه مي قصه عجباني ولا ما عجباني، محجوب وشاز اللي تابعوا عارفين ان انا ده لو قصدت لي حاجه بنجز احسن منهم. شغل الشنو ودي يعقوب؟ أنا إحنا ما عندنا شغلة نقضاها، كمان بتدورنا نقضانا شغلة زولا تاني. قصدك شنو؟ لا لا والله ما قصدت أشياء يا يعقوب، بس أنا قلت يعني تكسر شرك وكدي. ما حجوم ما داير له راسه كيف قصاده، عشان كده سواله لجنة زي لحمة الراس. لأن أشوف آخرتهم. ودي يعقوب أنا أسمع كلامي اللي أقول لك الكلام ده. أجيب هذا يا أخي عليك النبي. أجيب هذا عم محمد سعيد الناظر مرحب. كيف احوالك؟ تفضل يا عم محمد. كيف احوالك؟ تفضل 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 يا عم محمد تفضل. عليك السلام ورحمة الله. مرحب. مرحب مرحب. تفضل 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 يا عم محمد. بكده يا اخواننا ممكن نبدا الاجتماع. نبدا على بركه الله. نتكلم عن مالك يا عباس؟ ما مشيت على بيت محجوب مع الناس. ايوه امي، لكن انا اسمي ما ندوه مع الناس. ساكت مش كده ساي؟ وما بنادوك مع الناس ليش؟ شنو انت اقل منهم في شنو؟ لا يا امي الموضوع ما كده. اصلا اي زول عنده شغله بيعرف بيسويها بيقضاها، بعدين نحن كنقصر شي نادونا ليه بنسده.
وبعدين يا أمي الناس ديل والله ما مقصرين معي، ترى شايلين معي هم العيد سلام من الله يتموا بالسلامة. هاي أنا بشرك يا ولدي، الليلة هدوني الصرفة اللولة في الصندوق نفسها كانت دايراها، إلا سعدية وقفت لها ألف نحمر وبتدي عليها. انت ما بخيت في عمرك يا ولدي، والله والله جيت المزعول دي ذاته في شان صبرك ده. إلا ولدي كنت بدورك تبقى معاهم في مجلسهم ده في شان ما ينسوا موضوعك. براهم ما بقصر يا أمي. لا عين هنا يبقى الكلام ده حقاره وكفايه بقى. دي ما حقاره دي حماقه بس. حماقه وكان رجل اطلع بره. انت عارف الحقاره يا اولاد. وانا ذاتي ما بدوره. يا اولاد اقعدوا ساكت. يا اخوان انتوا ما سامعين كلام يا اخوان انا ما برضى الكلام ده. كده عيب. يا عم محمد ارجع يا حمبا. ما برجع. ما برجع. دي معنا غابه. ولا حتى تعاون. قلنا الدنيا رجعت بخيره من تاني بلمه جديده. لما ما في بيت بكا الناس تقعد تتونس وتشرب الشاي، ولا لما في بيت عرس اهو لما تشبه النغابه ناس عندها اهداف بتحكمها قوانين، لكن طلعتوا لما فارغه. يلا غوروا من لما. يا عم محمد عم الناظر ارجع. يا اولاد هس المغبي منو الواعي منو، كم احترمتوني انا المرقتكم من بطون اماتكم. احترموا محمد سعيد المرق ده ولا احترموا محجوب اللي قاعدين في بيته ده. تعال محجوب تعال تعال. كتر خيرك يا سعديه، ممكن نبدا تاني من اول وجديد بالراحه عليكم الله. طيب بهدوء. طيب يا اخوانا نطوض الشيطان ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا. بسم الله. بسم الله. كنا واقفين وين؟ ويا عباس أمك تعمل ليك عرس يتونسوا به ويتكلموا به الحلال قدر الناس ما يجوا نكفيهن ونصبح مستورين، وسيرتك من عصر بدري يا سلام، وحنتك يا ولدي مالي يديك ورجليك وهلالك يضوي 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 في نص راسك. وقول كدي يا ولدي ربنا يديك 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 ويملى يديك قدر صبرك تغلبك بالمال وتغلبك بالعيال. عفوا لينا يا اخواننا ساهرنا بيكم، لكن مشينا كويس والامور بقت واضحه كده. اللي خلص يا شازل. طيب واحد اثنين ثلاثه. طيب اخواننا كده احنا نكون انتهينا من تجهيز الاستقبال والضيافه ومكان الاحتفال، فضلينا نشوف ميزانيته وتكلفته والقروش حلين ما كيف. ده فيما يخص استقبال المسؤول، فضل نشوف مطالب الناس شنو عشان نقدمه له، والصباح نبدا ان شاء الله من الصباح رباح. شكرا لكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبارك فيك. مرحبا. دعناكم الله. الله يبارك فيك يا سعدية. مرحبا يا استاذ. ما كان يعني سوان سكتة؟ ما في كان واحدة عندها حاجة دارة تقولها للمسؤول؟ والله ذاته ما عارفين نقول لك شنو يا سعدية. الزول حاجته ما بحسها إلا لما نجي يقضيها. يعني خلاص يا نفيسة ما ناقصك شيء؟ كان علي أنا نفيسة دي بدور لي نظارة، شوفي بقى قليل. أقف يا بنت، دارة تكتبي شنو؟ نظارة؟ مسؤول كبير ببدلته وكرافتته وعربيته، نقول له نظارة؟ النظارة خلي ولدك بابكرة اللي يجيبها ليك، نحن بنتكلم على الحاجات الكبيرة. كان على الحاجات الكبيرة الولادة ذات مرات بتكسح علينا زي ما انت عارفة، إلا نمرق على الجيال. أيوة ده الكلام. يصلحوا لنا المركز الصحي ويعملوا لنا فيه غرفة ولادة. اكتبي يا بيت تصليح المركز الصحي غرفة حقت ولادة. النادي طبعا. النادي ما قاعد يا اخي. النادي بعيد وقام فيه الاجر. يا اخي العشر الله اللي قم لك في راسك ده يا اخي. يا
يا اخو عشر شنو يا اخو عشر ده بنقوم عليه ننظفه كده نقطه ونخليه نظيف يا اخي بعدين بعيد وين ما هذا حد الطاحونه دي بيجان يا اخي قريب كده خليك منه اكتب اكتب يا بل اكتب تلفزيون 29 بوصه ايوه ايوه 29 ولا مش كده يا جماعه 29 واعمل معاك ديجيتال بيكري ديجيتال كيف ايوه ده عشان نحضر بيه الكوره بس دي فالحين فيها كوره بس هل فالحين فيها خلاص اكتب معاك مروحه البابور الكبير ده مما تعطل اي زول سواله بابور برا زمان البابور الكبير ده بيسقي الواطه دي كلها وبحرسه فريد زول ويتناوبوا فيه هسع البوابير كترت بقى دايره لناس كتار كلامك صح يا عباس عشان كده كل يوم في ولد بيمرق من المدرسه اي لكن اخواننا المجاري القديمه دي اللي كان بيوزع بيها البابور الكبير المويه كلها اتدفنت وعشان نفتحها تاني دايره لها شغله كبيره يعني هسه لو طلبنا من المزعول ده بابور جديد محتاجين نفتح المجاري دي كلها نظافه هيا نظاف عليك الله مزعول كبير قدر دي شايل شاق البلد دي خاش يلقاكم نايمين وتتمنوا كمان قال شنو نادوا تلفزيون كبير على قال تلفزيون كبير شنو بخط لكم في البلد وسخارك يا اخوانا كلام ده ما عوج يا اخي بالله عليك الله اخطونا شايل ليكم ورق وحايمين تملوا الحله كلها وهم المزعول ده ماشي جاد ودي معلومه اي زول عارفها انت عندكم شنو عشان اخشوكم جاد مدينه كبيره وناس كتار عارفين انه ماشي وين لكن المزول واحد محجوب لما نجي ماشي يجي غاشينا نفرض انه غشاكم حتنظفوا له يا تشارع انتوا عارفين انه جايب يا تدرب يا زول ان شاء الله نظف البلد دي كلها طبعا كمان راح نروح راح النظافه نظفها لهم كلها الناس حتى قال نظفها كلها العشر ده كله يشيل راح ورانا شوف طاير على نظف طرف الفريق عليك الله ما تنسوا ابدوا بشارع حلتنا ونظفوه كويس قلت لي المزول ماشي وين؟ ياب ما تنزو احرق لك ياس فريد ها جينا ها مالك منشحط كده والله يا قاسم يا اخوي مفروض امشي اجيب القماش بتاع اللافته وما لاقي لي شيء يمرقني على الزلط خلاص يا فريد اكتب ده بالدكان ده انا جيك بالدرب سمحت عاد؟ والله ده رافقني ذاته انت ساندني وانا العدد اللي قلته ده كبير خلاص كمان ما تنسي ناس الحلال التانيين لما سمعوا بيجية المسؤول كلهم سجلوا طلباتهم وجايين كمان محجوب اخوي ما ممكن نضيف المزعول وناس الحلة ونخلي ناس الحلال التانيين المشكلة المزعول وناس بيجوا وقت الفطور واحتمال كبير يتغدوا معانا الحلال شنو؟ كده صبروا لي انا بتصرف امرقل يا نسوان انا عندي خلاص ادورك انت امرقل اسمع حسن خيت لك ماش جبته لك ما قلت داروا العرز عباس انا احنا وين عرز عباس وين المعنى انا ما خيته ما خيته خلاص جيبه هذا القماش شوف لك شغله ثانيه قضاها ولا غادر يا عباس ربنا يفرجها اللهم امين ده كلام شنو يا سعديه يا اختي انت اكتر واحده يا اختي عارفه ان احنا تعبنا قدر شنو عشان نلم لي عباس شيلته وتعبنا اكتر عشان نلم المصاريف للمناسبه دحين يا بنت امي جايه تشيلي مني في الفريد يوم مالي يا سره لا الضيوف جايين للبلد دي والضيوف دي نحن كان سترنا معاهم البلد دي بقيها خير كتير وعباس عرسه بتم عباس العمر مشى فيه عباس ما صغير واللي تلمى ما تلمى بيهين دحين قسيتي عليه شديد يا بنت امي انا عارفه حارقه دور شنو يا سره وزي ما لمينا معاك زمان تاني بالليم وانت عارفه الحله دي كلها ما فيها زول عنده قدر اللي عندكم دحين خلي المناسبه دي تتم عليه خير وبعد ذاك الله بيفرجها قلت شنو اختي خير يا بنت امي Mm-hmm.
لا صادق الموضوع ده ما بينتهي باخوي واخوك. نعم شنو بلا ما تبلينا وخير نوم. راح راح ودي دي جيبها تعال قبا هناك. ما رد يا بيت؟ جرس يا امي. الولد ده بعد ما برد التلفون ده مسوي لي شنو؟ هسي كان في خبر مستعجل. هاي يا سفيان امي دايران. هنسكي يا سفيان انت وين؟ ها؟ انت وين يا سفيان؟ شغال والله يا امي. خلاص مين مكارك ده؟ انت واولاد حلتك تجوا مارقين يا امي. في شنو؟ ان شاء الله خير. خير لما تجوا تساعدونا. الناس نفسهم انقطع من قلهم. نلقاكم 200 لو ما جيتوا هسي. الحله محتاجه لناسه. قلت لي كلها؟ اي والله ادعمه. كريم في كروين رئيس الحسين دي يقول لنا هنا يا سرة كلها سرة مرغت عليهم تشد عليهم غشو الله عباس عباس ودي سرة الله يصحيح وين تدي شيلتك للحريم ضيفوها هي الحكومة تديك ولا تديها حصل حصل لين باقي شيلتك من الناس الوهم دي الناس دي زي ما وقفت الساعة تالي بتقيف معي اوعى تكون داير لك نفير يا عباس النفير وقف زمان من زمان البابور الكبير هسي كل زول عمل له بابور وبيزق ارضه براو ماله ما يمكن جيت المسؤول دي ترجع لنا بابورنا الكبير وحصادنا يزيد الله يصحيح غبيان انت ما شايف ناس الحله دي حالتها كيف انهم لا شارع قادرين ينظفوا لا جدول قادرين يشقوا ناس دي قاضعه نفسها ساكت تكرهوا العين غشوا انت والله ما قال لي الله يحجبه بلد عشان كده يا اخواننا كنا لغايه هنا وكفايه باريتوا اللجنه دي قلعت قدامكم والوراكم وعشان شنو عشان مزول غاش ماشي جياد اللي خلتنا حله بلا اسم ولا طعم لقطت اولادنا وكملت عددنا وبعدين نزلكم يعني انتوا قايلين المزول ده خلاص بنظره كده يحل مشاكلكم؟ الهم هم الزول الشايف وعايشه يا محمد يعقوب بالضبط كده براك قلت يعني مزولك ده لا حيشوف لا حيحس بالحاسين بنا احنا طيب التعب في شنو؟ لكن من يلقانا بدينا شيء بيكملوا اخير مما يلقانا ما عملنا حاجه ما هنديات كانت ولا حاجه وبقت حاجه وغلتنا ولا حاجه شغلت اولادنا ودتهم مهن ما عشان ترفعه وتزيده ما انت ولادنا ديل ترس من تروسه كذابه ودي عقوب عين هناك ازيك يما استاذنا من ناس جياد وقلنا نجي نساعدكم في النفير قالوا لنا ما بتمشوا يديكم فاضيه زي ما انت شايف لا سايق راجل واحد لكن عن الكراكة دي قدرتها بكم راجل
بالله شو هالشي دي؟ ها؟ قلبي نقدر احنا في يوم؟ تقضي في فت ساعة. القصاصة ما كفت، قصاصة شوية. والكرتونة الثانية حقة المكرونة وينها؟ حاجة فوق الوصف يا شازلي. أها باقي الأخبار شنو؟ أخبار طيبة وسمحة. الوليدات صلحوا البابور الكبير براهم وبيقوا شاطرين في الشغلة دي. لكن بعد ده كله ما انتهينا، والباقي لنا أقل من 12 ساعة، والمدرسة فيها تشاطيب كثيرة. والله يا أخوان أنا بس عندي مشكلة بسيطة فوق الميكروفون بحق ده، طوالي عاضي معي، مرات يشتغل ومرات ما يشتغل. أها شوفوا لي حل. لكن لسه باقي الجداول والشغل. صحيح مشينا كثير لكن لسه ما انتهينا يا اخوان. المرحلة دي ولا كنا بنحلم بها. انا عندي احساس انه الاستقبال ده هيكون مميز جدا. لو صفيت العزم فيك او عاينت مكان زادك، كنت هتعرف قيمة روحك، تعرف كيف توصل غاياتك. لو صفيت العزم فيك او عاينت مكان زادك، كنت هتعرف قيمة روحك، تعرف كيف توصل غاياتك. الهمزة الوعد الفيك مدخور، صوت الامل الفيك موفور، يبني شواهق يبني جسور، لو بلقت صافيت غنياتك. ما دام انت ضراعك اخضر، خلي القوة الفيك تتفجر، انت اكيد بالقوة حتقدر تملى الكون بإشراقاتك. لو صافيت العزم الفيك او عاينت مكان زادك، كنت هتعرف قيمة روحك، تعرف كيف توصل غاياتك.
دي عزومتي يمه. بدل عزومة عباس الناس تاكل وتتونس في الفارغة والملانة. عزومة عباس الناس اللي بتتعب وشغالة تاكل تسند روحها عشان تقوم تزرع وتبني. ما شايف الحنة في ايدي يمه؟ شوفي حنة الطين دي، شوفي همة الرجال. أرضا اللي كانت بتطلع 20 شوال عشان عباس يلمها في كم سنة، بعد بابورنا الكبير بيطلع حق الكم سنة في سنة واحدة، وعباس بيعرس. يلا أفردي وشيك يمه ودينا زغرودة في عرس الحلة. ما قلت لك يا شازلي أجمل حفل استقبال؟ بدل الناس تقيف وتصفق بإيدينا، إيدينا هي اللي بتزرع وتبني. بدل الناس تسمع الناس تقيف على حيلة وتشيد همتها. بدل عربية المسؤول تشق الصفوف، الصفوف تشق الجداول وتزرعها. ذكرنا أن أجيب لهم بذور وعلم لسرية المدرسة. كلمة
كلمة تنوح تنوح بين النفس الطالع نازل نازل منتظرين أحلامنا تلوح تلوح بالتعبير الصادق نكتي الصادق نكتي قصة زول هيمن مجروح هيمن مجروح قصة وردة بتهدي شراب ناس بالهمة العالية شادوا المجد العالي صروح بكرة نلاقي وعد أخضر بكرة نغني والحسرة تروح والحسرة تروح تروح.